نعم. كيف؟ الكتب التي تؤلف المسميات عن طريق عمر عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أما عمر لا بأس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنخشى أن يكون هذا يذهب مذهب من يقول إن الرسل ليس ينزل عليهم وحي، لكنه من عقاب من عباقرة بني آدم، وهذا خطير. نعم.